أهلا بكم. قم بإيجاد احتمال الحصول على رأسين بالضبط عند إلقاء 3 قطع نقدية. إذا لنفكر بشأن الفضاء العيني هنا، لنفكر بجميع الاحتمالات الممكنة. إذا يمكننا الحصول على كل الرؤوس. في الرمية الأولى نحصل على رأس هيد، في الرمية الثانية نحصل على رأس، وفي الرمية الثالثة نحصل على رأس. يمكننا أيضا الحصول على رأسين وذيل تيل. يمكننا الحصول على رأس ذيل رأس، أو يمكننا الحصول على رأس ذيل ذيل. يمكننا الحصول على ذيل رأس رأس. يمكننا الحصول على ذيل رأس ذيل، ويمكننا الحصول على ذيل ذيل رأس، أو يمكننا الحصول على ذيل ذيل ذيل. هذه جميعها الطرق المختلفة التي يمكننا بها إلقاء 3 قطع نقدية. وربما يمكننا القول هذه الرمية الأولى، الرمية الثانية، الرمية الثالثة. الآن هذا هنا هو الفضاء العيني. هذا هنا هو الفضاء العيني. لدينا 8 احتمالات ممكنة. دعوني أكتب هذا. احتمالية الحصول على رأسين بالضبط. Exactly. Exactly. Two heads. سوف أستخدم الرمز H للتسهيل. حسنا، ما هو حجم الفضاء العيني لدينا؟ لدينا 8 نتائج ممكنة. إذا 8 هذه النتائج الممكنة، أو حجم الفضاء العيني لدينا. الاحتمالات الممكنة possible outcomes. وكم من هذه الاحتمالات الممكنة مرتبطة بهذا الحدث؟ يمكننا تسمية هذا بالحدث المركب لأنه يوجد أكثر من احتمال مرتبط به. حسناً، لنفكر بشأن الحصول على رأسين بالضبط. هذه 3 رؤوس، إذا ليست بالضبط رأسين، هذه بالضبط رأسين هنا، هذه بالضبط رأسين هنا، هنا رأس واحد فقط، هذا بالضبط رأسين، هذا رأس واحد فقط، رأس واحد فقط، لا يوجد رؤوس. إذا لدينا 1، 2، 3، 3 احتمالات ممكنة مرتبطة بهذا الحدث. إذا لدينا 3 احتمالات ممكنة، 3 احتمالات مرتبطة بالحدث، 3 احتمالات، 3 outcomes، 3 احتمالات تحقق هذا الحدث أو مرتبطة بهذا الحدث. إذا احتمال الحصول على رأسين بالضبط عند إلقاء 3 قطع نقدية هو 3 احتمالات تحقق هذا الحدث، مقسومة على 8 احتمالات ممكنة. إذا إنه 3 تقسيم 8، وانتهينا.